يا دليل، جبت الملف؟ عمر اسمعني كويس عشان مفيش وقت. الموظف قال إن حد جه الصبح لنفس الخزنة وخد كل اللي كان موجود جواها. الحد ده كانت واحدة بلوند وشعرها قصير. ندى؟ طبعاً أنت عارف ده معناه إيه؟ مادام ندى ما اتقتلتش وعرفت تروح تاخد الملف، يبقى هي شغالة معاهم يا عمر. وجودك دلوقتي في الأردن بقى أخطر من الأول. أنت لازم تتحرك بسرعة. واثق ان انت قدها. اطمنت بقى دلوقتي؟ حبيبتي اعذري، شغلتنا ملهاش امان. ماشي، وخطوتنا الجايه ايه بقى دلوقتي؟ تسأليش كتير يا ندى، هقابل عدنان وابلغك بكل حاجه. جاهز تكون هربت منه؟ لو كنت تقدر تهرب كنت هربت من زمان. يبقى عارف ان الملف معايا وبعته عشان تجيبه. انت لازم تمشي من هنا يا عمر. انا مش همشي من هنا غير وندى معايا، ولغايه ما ده يحصل انا هفضل هنا في الاردن. اقول لك ايه، انا عارف ان كده كده هتقبض عليا، ولو ده حصل في شخص واحد بس هو اللي ممكن يساعدني. مين؟ انت. انا عارف ان ورطتك في حاجات اكبر منك، بس صدقيني انت دلوقتي اقرب انسان ليا. بيقولوا انك بتقول ان اسمك عمر، تحب اقول لك يا عمر ولا يا سليمان؟ انا اسمي عمر شكري، مصري. بس الورق اللي قدامي بيقول انك سليمان، وكمان الهويه مكتوب عليها سليمان وصورتك. وبعدين لو انت عمر هيك بيكون عليك جريمتين، الاولى قتل ازاد ايبان، والثاني تزوير هوية. أنا هنا عشان أنقذ مراتي من اللي خطفينها. مراتك؟ مين اللي خطفينها؟ اسمها ندى، وهي بالعزازي وأزاد خطفوها، وأنا جيت هنا عشان أنقذها ورجعها معايا، وهي لسه مخطوفة لغاية دلوقتي، وأنتوا المفروض تساعدوني. وليش اتنكرت بشكل بودي جارد لأزاد بهوية جديدة؟ عشان تعرف تقرب منه وتقتله، مش هيك؟ أنا ما قتلتش أزاد، بالعكس أنا يهمني سلامته عشان أعرف أرجع مراتي، عشان كده كنت بأمنه. مين طلب منك تأمين؟ وهيب وطارق المهدي، وهم اللي ورقت له اكيد. ايه الاخبار يا فواز؟ طمني. والله الاخبار ما بتطمن يا دليل، التهمه ثابته على عمر. يعني ايه الكلام ده؟ هم هسه لسه بيحججوا معاه، كل شيء بيحكي بياكد انه كان مخطط لقتل ايزاد، وشهاده الشهود اللي شافوه بالمبنى قدام المؤتمر بياكد عليه التهمه 100%. هذا غير ايه يا فواز؟ انت اني عرفت من رفاقي ان في دليل هياكد عليه التهمه اكتر واكتر. دليل ايه ده؟ ما بعرف. المهم ديري بالك على حالك، ولو احتجت اي شيء انا موجود. ارجوك صدقني، كل ثانيه بتعدي فيها خطر على حياه مراتي. ليش ما بلغت الشرطه من الاول بموضوع زوجتك ونحن كنا رح نساعدك مثل ما عم تعمل الحين؟ يا استاذ سليمان التهمه لبساك لبساك. لو انا تنكرت كحال الشخص الازاد عشان اقتله، ايه اللي خلاني اقتله في المؤتمر؟ لما ممكن اقتله في وقت تاني يكون اقرب مني. عشان تبعد التهمه عنك. كنت واقف جنبه في المؤتمر وصور الصحفيين تثبت كلامي. ما كان بيصير تقتله بين الناس، مشان هيك بلشت تطلع برات القاعة وقتلته من ظهره. قلت لك ما قتلتوش. كل القتلة بيقولوا نفس الإشي، وبعدين لو ما كان في نيتك إنك تقتله، ليش اشتغلت له من الأول باسم مزيف؟ قلت لك حياة مراتي كانت قصاد حياته،
عشان كده كان لازم احميه. قال لك بدك ايانا نصدق هالحكي؟ لازم تصدقني عشان هي دي الحقيقه. وقالوا لي كمان ان في تهديدات جنب اغتياله. تهديدات؟ من مين؟ معرفش. يا استاذ سليمان، الصور بتثبت انك كنت بنفس المكان اللي اتقتل فيه ازاد ايبان. انت متهم بقتل ازاد ايبان. ما حدا رح يساعدك. مين ده؟ شكله مصري. أنا أعرف. اهلا اهلا. نعم. ايه يا جدع؟ بلاش ارحب بيك. وانا اعرفك؟ هتعرفني. وبما انك جديد في السجن هنا، قاعدتين تحطهم في دماغك. القاعده الاولى ان انا كبير السجن ده. والثانيه؟ ما تنساش الاولى. انا جاي اقضي مدتي هنا وامشي من غير ما اعمل مشاكل مع حد. انا مش اي حد. مصري، تاخد مني النصيحة ولا بلاش؟ بلاش، خليك في حالك. طريقتك دي مش هتنفع هنا. طول ما انت في حالك وجنب الحيط مش هتعرف تعيش. انت محتاج خناقة واحدة بس عشان تقول لهم ان عظمك ناشف ما بيتكسرش. وانت بقى قلت لهم ان عظمك ناشف؟ ما عرفتش، عشان كده بيصعب عليا اللي جاي زيك وتعمل فيه اللي بيحصل ده. كله بوقته، خليك في حالك انت. ايه صاحبته؟ وماله ماله، ما تخافش ما يضرش. بس اوعى تكون فاكر ان هو هيحميك.
Thank you.